passiva. Cavalà settentrionale. فكرة يا سيدة المحترمة لماذا لا نقيم متحفا للسيد باهي العسير يحكي قصة الصيف انتوا لماذا وقلت هذا باقي لمعرفتكم شنو كيف كانت البحرية عندنا احترم بها الأحياء أن نجمعوا خندر جنوا عند المكان وكان أمنوا ربما إن شاء الله صيد مقبل أو خليل مقبل فتح المتحف لكي يجي يشوف المتحف اكثر من المداخل اللي كيدخل على الميناء من صيد البحر وهذا هو الزواج الحلال بين الثقافه والبحر انا